هذه نشره الاخبار تاتيكم من العراقيه الاخباريه اهلا بكم نبدا من ابرز العناوين الكاظمي يترأس اجتماعا للهيئه العليا للتنسيق بين المحافظات ويوجه بمتابعه شكاوى المواطنين وتقديم افضل الخدمات تشكيل غرفه عمليات لتدقيق وثائق مرشحي الانتخابات والمفوضيه تمدد فتره تسجيل التحالفات السياسيه. هيئه النزاهه تصدر اكثر من ثمانين امر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم وتتابع استرداد الاموال المهربه. استمرار العمليات العسكرية لمطاردة فلول الارهاب والطائرات العراقية تدمر اوكارا لداعش الارهابي في جبال حمرين. إلى التفاصيل حيث وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الاجهزة الحكومية في المحافظات بمتابعة الشكاوى اليومية للمواطنين وبذل الجهود الاستثنائية لتقديم أفضل الخدمات. جاء ذلك أثناء ترأس الكاظم اجتماعًا للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وناقش المجتمعون الواقعين الخدمي والأمني في المحافظات فضلا عن أبرز المستجدات فيها في محاولة لاعاده الهدوء في واسط عقد مؤتمر عشائري في محافظه واسط المؤتمرون شددوا على اهميه الحفاظ على الامن العام وعدم اعتماد لغه العنف وايجاد حلول توافقيه تسهم بعوده الهدوء الى المحافظه على اثر الاحداث الاخيره التي شهدتها مدينه الكوت خلال اليومين الماضيين ووقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الاجهزه الامنيه عقد شيوخ العشائر ووجهاء وسادات المدينة ونخبها الثقافية مؤتمرا موسعا بحضور قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة لحلحلة الأزمة وإيجاد صيغة توافقية تسهم بإعادة الهدوء والاستقرار لأرجاء المدينة ندعو الجميع إلى ضبط النفس وتغليب تغليب لغة القانون ولغة العقل حتى لا تنجرف محافظتنا الى يعني مزالق كبيره ندعو الكل ان ياخذ موقعه في الحفاظ على هذه المحافظه العزيزه من رجال امن ومتظاهرين سلميين هم المتظاهرين السلميين هم ابنائنا وايضا شرطتنا والقوات الامنيه مختلف الصنوف هم ابنائنا ايضا من هذه المسؤوليه طلبنا من معالي وزير الداخليه ارسال لجنه محايده من بغداد لغرض التحقيق في الموضوع وفعلا تم ارسال لجنه يوم امس ولساعات متاخره من الليل عملت على هذا الموضوع وهناك تقارير سترد من خبراء الادله الجنائيه وتقارير من الطب العدلي سترد ايضا سيرفقوها في اعمالهم وستتوضح الامور خلال اليومين القادمين شيوخ العشائر في وسط عرب عن تضامنهم مع المطالب الحقيقيه للمتظاهرين شرط ان تحظى باطار سلمي لكي لا تنحرف عن مسارها الحقيقي مما قد يفسح المجال لدخول العابثين والمندسين من خارج المحافظه لزعزعه الامن وخلق الفوضى والعبث بالممتلكات العامه المتظاهر يطالب بحقوق حقه احنا كنا ندعمه وطالبنا من قياده شرطة واسطة أن تكون ساحة للتظاهر وهاي الساحة هي توصل صوت المتظاهر والمتظاهر اللي موجود بصراحة هو صوت الجميع اليوم المتظاهر السلمي احنا كنا داعمين له المؤتمر خلص في نهايته للدعوه للوقوف بوجه اراقه الدماء بين ابناء المحافظه والتاكيد على اهميه الحفاظ على صوره المدينه وان تنحسر التظاهرات في الساحات المخصصه لها مع مطالبه الحكومه المركزيه بالنظر لمطالب المتظاهرين ميثاق الزريجي العراقيه الاخباريه الكوت زار وفد دولة الفاتيكان مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وتجول في أروقة الصحن الحيدري واطلع على المعالم التاريخية والأثرية المنتشرة في رحاب العتبة العلوية المباركة وقبل ذلك التقى وفد البابا مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني وقال رئيس الأساقفة ميتيا لسكوفار إن مكتب المرجعية أبدأ استعداده لاستقبال البابا فرانسيس مبينا أن زيارة البابا للسيد السيستاني ستكون تاريخية كما أشار إلى أن اللقاء بحث تأمين زيارة البابا إلى النجف المقرر في أذار المقبلة تشكيل غرفه عمليات لتدقيق وثائق مرشحي الانتخابات والمفوضيه تمدد فتره تسجيل التحالفات السياسيه. هيئه نزهة تصدر اكثر من ثمانين امر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم وتتابع استرداد الاموال المهربه. استمرار العمليات العسكريه لمطاردة فلول الارهاب والطائرة العراقيه تدمر اوكاراً لداعش الارهابي في جبال حمرين خلال الانتخابات اعلنت وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تشكيلها غرفه عمليات للاشراف على تدقيق الوثائق الخاصه بمرشحي الانتخابات الوزاره اوعزت بانجاز صحه الصدور ضمن سقف لا يتجاوز 48 ساعه مؤكده ان هذا الاجراء يهدف الى دعم وتعزيز اجراءات المفوضيه العليا المستقله للانتخابات ولضمان نزاهه الاجراءات ملف اخبار الانتخابات من اعلان مفوضيه الانتخابات توجيه دعوات الى 71 دوله ومنظمه لمراقبه الانتخابات البرلمانيه المبكره المقرره في تشرين الاول المقبل. الناطق باسم المفوضيه جمال الغلاي قالت ان هناك الكثير من المنظمات والسفارات للبت ببت الدعوه ومن ضمنها زياره وفد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم الكامل لعمل المفوضيه وكذلك بعثه الامم المتحده. وبشان اخر قررت المفوضيه منح التحالفات السياسيه وقتا اضافيا للتسجيل يمتد لغايه السابع والعشرين من شباط الحالي وذلك لفسح مجال اوسع للتحالفات لاجراء عمليه التسجيل ولتحديث بيانات الاحزاب المنضويه داخل التحالفات المسجله سابقا هذا وحددت المفوضيه العليا المستقله للانتخابات اربعه جهات سيتم ارسال بيانات مرشحي الانتخابات المقبله اليها وذلك للتاكد من صحتها وتدقيقها فيما اكدت منح اجازه ل 236 حزبا وتسجيل 29 تحالفا لخوض الانتخابات المقبله وقالت المتحدثه باسم المفوضيه جمان الغلاي ان مفوضيه الانتخابات تسلمت بيانات نحو خمسين مرشحا للمشاركة في الانتخابات المقبلة ومن ضمن المرشحين سبع نساء ومرشح من المكون الأيزدي ويستمر عمل مفوضيه الانتخابات في تسجيل وتحديث البيانات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات تحدث للاخباريه عن تاكيدات من رئيس الحكومه لدعم المفوضيه فيما قال نواب ان الكتل السياسيه عازمه على حل مجلس النواب لاجراء الانتخابات المقبله. فرق مفوضيه الانتخابات ومراكزها تبذل جهدا مضاعفا لانجاز اكبر قدر ممكن من البطاقات البيومتريه خلال عمليه تحديث بطاقات الناخبين يتزامن مع هذا الجهد تاكيدات حكوميه من ان الانتخابات ستجرى في موعدها المقر مؤخرا بعد توجيهات رئيس الوزراء بذلك سيد رئيس الوزراء طبعا أكد في أكثر من مرة على اهتمام الشخصي الخاص والمركز حقيقة حول قضية دعم مفوضية الانتخابات وهذا الدعم جسد في عدة قضايا أولا هناك تقريبا استقبال دوري لمجلس المفوضين وحوار مستمر وهو شخصيا كان يحضر كل الاجتماعات ويدعوهم دائما الى تقديم طلباتهم بشكل منتظم وايضا لعب دور اساسي في تسريع قضيه التخصيصات الماليه المفوضيه باعتبار ضروره جدا بعملهم وعمم كتاب خاص لكافه الوزارات بان تجيب على طلبات المفوضيه وتلبي رسائلها يعني كل ما تحتاج خلال فتره قصيره ثلاث ايام في اقصى الاحوال اعضاء من مجلس النواب بينوا ان الكتل السياسيه في البرلمان تدعم إجراء الانتخابات المبكرة رغم تغيير موعدها للشهر الثاني من الربع الأخير من العام الجاري موضحين أن هناك توجهات نيابية لحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية خلال نيسان المقبل الكتل السياسية عازم على حل مجلس النواب قبل هذا الموعد حتى تستطيع أن تتم عملية الانتخابات وإجراء الانتخابات في هذا الموعد يبقى الموضوع المعلق لعمليه انتخابيه وفقط قانون المحكمه الاتحاديه يتصور في شهر نيسان او بعد شهر نيسان سيتم التصويت على قانون المحكمه الاتحاديه ثم يصبح مجلس النواب جاهزا للحل قبل فتره من اجراء الانتخابات بين توجهات الحكومه وتاكيدات الكتل السياسيه وخطط المفوضيه لاجراء الانتخابات المبكره يبقى الناخب العراقي يامل ان تكون الوعود المطلقه على قدر التطبيق من بغداد ياسر عامر العراقيه الاخباريه وشهدت قرى محافظه ذي قار ونواحيها زياده نسبه تحديث سجل الناخبين في الاونه الاخيره مكتب مفوضيه الانتخابات في المحافظه نشر العشرات من الفرق الجواله لتحديث بيانات المواطنين لضمان مشاركه واسعه في الانتخابات المقبله اهالي القرى والارياف وما خطه الزمن على وجوههم ما زالوا يسجلون ارقاما مرتفعه في تحديث سجل الناخبين ويصرون على المشاركه الواسعه في الانتخابات القادمه متمسكين بالامل والتغيير لاختيار من يمثلهم داخل قبه البرلمان. بالنسبه للانتخابات شاركنا به من البدايه ولحد الان نشارك ان شاء الله مشاركه قويه في سبيل تطوير الشعب. وتطوير العراق بالذات بالنسبة إلي أنا هذا الكبير السن وغيري جاي من أجل الأجيال اللي راح تجي أجيالنا ولدنا ولد ولدنا إحنا نريد لهم مستقبل أفضل مفوضية الانتخابات استجابت لرغبة أهالي القرى الطامحة لتحديث سجل الناخبين وقامت بتسيير فرق جوالة وصلت لأبعد ما يكون لضمان المشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة الوصول إلى ناخبين في القرى والأرياف واللي حقيقة نشهد تفاعل من قبلهم اللي مع فرقنا وتعاون كبير وحرص أيضا من الناخبين على التسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة نريد أمان نريد صناعة نريد زراعة نريد حصر السلاح بيد الدولة لا نريد زين نعيش في غابه إقبال واسع تشهده المناطق الريفية لتحديث سجل الناخبين واختيار من يمثلهم في الانتخابات القادمة من مدينة الناصر يلوى الرفاعي العراقية الإخبارية هيئة نزهة تصدر أكثر من ثمانين أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن بدرجتهم وتصابع استرداد الأموال المهربة استمرار العمليات العسكرية لمطاردة فلول الإرهاب والطائرة العراقية تدمر أوكارا لداعش الإرهابي في جبال حمرين في الإجراءات الحكومية الخاصة بمحاربة الفساد المالي والإداري أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إصدار السلطات القضائية 82 أمر استقدام وقبض بحق وزراء ومن هم بدرجتهم استنادا إلى تحقيقات الهيئة وأشارت الهيئة في المؤتمر الذي عقدته للإعلان عن تقريرها السنوي للعام الماضي إلى إصدار أوامر قبض بحق ثمانية وزراء ومن هم بدرجتهم و133 أمر قبض آخر صدرت بحق 74 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين كما أكدت هيئة النزاهة تمكنها من إعادة ومنع هدر أكثر من تريليون دينار العام الماضي هذا وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي على جواد حميد قد ذكر أن الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأصول من المدانين المحكومين والأموال المهربة إحدى الحلول التي ستلجأ الهيئة إليها وأشار حميد إلى أن جهود الهيئة أسفرت عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2021 وحتى 2024 بالتنسيق مع الأمم المتحدة عبر برنامجها الإنمائي إذا مشاهدينا لتفاصيل أكثر ينضم إلينا في الاستوديو الخبير القانوني طارق حرب أرحب بك في نشرتنا الخبرية بداية أكثر من 80 أمر استقدام تصدره هيئة النزاهة بحق مسؤولين هل تستطيع الهيئة إصدار مذكرات استقدام بحقهم وهل يلعب القضاء دوره في تفعيل هذه الأوامر؟ شكرا لك وشكرا لمشاهديك الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كان المؤتمر السنوي لهيئة النزاهة تناول عمل الهيئة وما اتخذته من إجراءات قانونية سابقة أما ما ورد بالبيان من أن الهيئة قد أصدرت أوامر قبض بيان الهيئة يشير إلى الأوامر القبض التي كانت معاملاتها لدى الهيئة وتولت الهيئة أرضها على قضاة التحقيق ومحاكم التحقيق فأصدرت محاكم التحقيق وقضاة التحقيق أوامر قبض بحق المذكورين أي أن الهيئة كانت السبب الأساسي في كشف مواقع الخلل الجرائم المرتكبة وطبيعي أن أمر القبض لا أمر القبض التوقيف التفتيش لا بد أن يصدر من جهة القضائية وفعلا هذا ما حصل الجهات القضائية تولت إصدار أمر القبض الهيئة كما يقال يعني بذلت ما وسعها الجهد لتدارك الفساد المالي والاداري الحاصل وحسبنا في ذلك ان نقول ان مجلس القضاء الاعلى قد اصدر 200 خلال الشهرين ثلاث اشهر الماضيه 200 امر استقدام امر استرداد وبعث الى الدول لاسترداد مطلوبين للقضاء العراقي لم ينف دول اخرى لم تنفذ منهم الا سوى ثلاثه الهيئه من جهه ومجلس القضاء الاعلى ممثلا برئاسه الدعام يتخذون ما يلزم للاستحصال للمو... لاسترداد الاموال لكن ي... يقف امام كما يقال حائط كبير يتمثل بان هنالك اموال في النظام السابق واموال بعد 9/4/2003 ذهبت الى الخارج ف كما يقال طيب عرضت الموضوع مجددا لأجل اتخاذ إجراءات جديدة بهذا الشأن طيب فيما يخص الأموال المهربة كيف يمكن للهيئة الاستعانة بالشركات لاسترداد هذه الأموال ما هي الآلية القانونية لهذا الأمر والله هي حق الهيئة لأن حضرتك من 9 4 2003 إلى الآن لم نسترد إلا 55 مليون فقط كل الدعاوى اللي قمناها سواء بمحامين عراقيين أو محامين أجانب كان مآلها ما الاخفاق لم نستطع استرداد سوى يخت صدام الموجود في احد المواني الفرنسيه اللي يعيد انه وخمسة 55 مليون دولار في حين المليارات بقضايا واضحه لا تقولي لي من فيتنام مزارع الرز الى موريتانيا شركات صيد الاسماك العراق المشارك بها طبيعي ان يؤيدنا هذا الشان يعني مجلس الامن الدولي القرار الخاص بحجز اموال العراق لا زال لحد الان يعني ساعدنا في ذلك لكن لجوء الهيئه الى الاستعانه بخبرات لشركات اجنبيه هذه الشركات تجمع الامرين معا الجانب التحقيقي والجانب القانوني كما يقال يعني محامين ومحققين يتولون استرداد الأموال ولو كان الأمر إلي أقول كل شركة حصلنا على مليون نصف مليون يعود للعراق ونصف مليون الها فهذه فكرة مم. جيدة كان من اللازم استخدامها سابقا لكن انتبهت طبعي بتوجيه طيب. من الحكومة لاتخاذ اجراءات جديده تاملنا على اقل طيب. استرداد بعض الاموال هل يمكن للامم المتحده ان يكون لها الدور في تفعيل ملفات الاسترداد هذه الاموال ما هي البنود القانونيه والدستوريه التي تنطبق على هذا الموضوع بارك الله فيك وشكرا على هذا السؤال هنالك قرارات من مجلس الامن الدولي لا زالت نافذه لحد الان كل الاموال سواء الاموال العراقيه في الخارج او الاموال العراقيه في الداخل لا زالت محجوزه لكن دول العالم كما هو معلوم و السراق اللصوص اللي استحوذوا على اموال الاموال العراقيه يستطيعون الخلاص منها بذلك. نحن عندنا جماعه استرداد بالهيئه هيئه النزاهه لكن محدودين لان المساله الواجب كبير ضخم. طيب الهيئه تتخذ ما يلزم لكن تحتاج الى الدعم. اولا واثنين ابطال مكاتب الاسترداد الموجوده وتفعيل قانون تحصيل الاموال العراقيه المنهوبه طيب استاذ طارق حرب خبير القانوني كنت مباشره معنا شكرا جزيلا لك من في الموازنه وحصه الاقليم منها تحديدا اكد النائب عن القوى الكرديه خوشيار عبدالله الله اليوم ان الدستور هو الفاصل لحل المشكلات العالقه مع بغداد كما أشار إلى إمكانية حسم حصة الإقليم في الموازنة قبل التصويت عليها وقال عبدالله إن الموازنة رؤية حكومية للإدارة المالية والنواب الكرد حتى الآن مع النص الحكومي وأن المباحثات مع بغداد لا تزال مستمرة بشأن ال250 ألف برميل، فضلا عن مجمل واردات الإقليم اللجنة المالية النيابية تستنفذ اجتماعاتها السبت المقبل لحسم حصة اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العامة. ياتي ذلك عقب بحث اللجنة يوم امس ملف القروض الخارجية وبما يشمل المشاريع المستمرة وذات الجدوى الاقتصادية. فيما صوتت اللجنة على اعادة تخصيص 400 مليار دينار لاكمال ميناء الفاو الكبير. هذا ووافقت حكومه اقليم كردستان على تسليم العائدات النفطيه شرط ايفاء بغداد بجميع ديونها المتعلقه بالملف النفطي، فيما لا تزال الحوارات متواصله للاتفاق بشان حصه الاقليم من الموازنه. ثلاثه اجوبه نظمت في وثيقه صدرت من حكومه الاقليم الى المركز ردا على اسئله اللجنه الماليه النيابيه تتعلق بالعقود النفطيه والرقابه الماليه. ملخص تلك الأجوبة أن لا مانع لدى الإقليم بمراجعة العقود النفطية التي باشر الأول بالأساس على إعادة النظر بها ضمن إطار برنامج إصلاح الملف النفطي فضلا عن الاستعداد لتسليم كافة الواردات النفطية إلى بغداد شريطة أن تلتزم الأخيرة بجميع الالتزامات النفطية والديون المترتبة بذمة الإقليم والمتعلقة بالملف النفطي كما اكدت حكومه الاقليم عدم ممانعتها تدقيق البيانات الماليه وفق قانون الاداره الماليه الاتحاديه الاقليم وضع شرط الالتزامات النفطيه المذكور لوضع الكره في ملعب بغداد بعد تاكيد رئيس حكومته عدم دستوريه تسليم جميع الواردات خلافاً للاتفاق السابق بين الحكومتين واضعاً الخلافه في خانه السياسه للأرقام. المطالبه بتسليم ملف نفط اقليم كردستان للحكومه الاتحاديه غير دستوري ومطلبنا هي ان تستند الموازنه الى الدستور مشكلتنا مع الحكومه الاتحاديه ليست الموازنه فقط بل هنالك ملفات اخرى وما نصر عليه هو العوده الى الاتفاق بين اربيل وبغداد رئيس وفد الإقليم المفاوض قوبات طالباني من جهته أعلن استعداده التوجه إلى بغداد في أي لحظة لاستكمال المباحثات مع كشفه عن وجود عدد من المقترحات المتبادلة والتي لم تثبت بعد في قانون الموازنة رغم وضع جميع الأرقام الخاصة بالإيرادات والنفقات على طاولة النقاش ويمكن القول اليوم بان الموازنه تغلي على نار خلافات بغداد واربيل بعد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيره على اغلب بنودها ما عدا حصه الاقليم سل البياتي العراقيه الاخباريه استمرار العمليات العسكرية لمطاردة فلول الارهاب والطائرات العراقية تدمر اوكارا لداعش الارهابي في جبال حمرين. في اخبار الحرب على الارهاب اعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاج عن تنفيذ طائرات اف 16 العراقية ضربات دقيقة استهدفت اوكارا وانفاقا لداعش الارهابي كان يستخدمها في سلسله جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين. الخفجي في تصريح للعراقيات الاخباريه قال ان الضربات نفذت وفقا لمعلومات استخباريه دقيقه وبامر وتنسيق من قياده العمليات المشتركه اذ اسفرت عن تدمير هذه الاهداف بشكل كامل. نتائج ميدانية مهمة حققتها القوات الأمنية المشتركة بعد إطلاقها عملية واسعة النطاق شملت المثلث الحدودي بين محافظة بغداد والأنبار وصلاح الدين قيادة العمليات المشتركة أوضحت أن العملية تستهدف تعقب فلول داعش الإرهابي في مناطق غرب بغداد وجزيرة القرمة وشرق بحيرة الثرثار بهدف ضبط واحكام الحدود الفاصلة بينها مبينة ان العملية تنفذ بإسناد من طيران الجيش والقوات الجوية وحققت العملية الواسعة التي أطلقتها القوات الأمنية بالتعاون مع الحشد الشعبي أهدافا مهمة لملاحقة بقايا داعش الإرهابي وشملت العملية بعض مناطق ذراغ دجلة وجزيرة القرمة ومناطق أخرى في سامراء بمشاركة قيادة عمليات بغداد والأنبار وسامراء وألوية من الحج الشعبي قيادة العمليات المشتركة تطلق عملية أمنية واسعة لتطهير بعض مناطق ذراع دجلة وجزيرة القرمة ومناطق أخرى في محافظة سامراء بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات لبقايا داعش في تلك المناطق هذه العملية مستمرة حققت أهداف من الساعات الأولى باشرت بصفحات محدده وبقفزات لتطهير الحدود الفاصله بين هذه القيادات وضبطها ايضا خلال زيارتنا استطلعنا الطريق الرابط بين الفلوجه وسامراء والاستعدادات لافتتاح هذا الطريق قريبا ان شاء الله هناك معلومات استخباريه تشير الى وجود تسلل في هذه المناطق وعبور باتجاه قواطع بغداد وسامراء العمليه تستهدف الى ضبط هذه المناطق قاطع مسؤوليه عمل شرق الانبار يبدا من سبع البور شرقًا وينتهي بجزيرة الحمضية، جزيرة الخالدية، منطقة الحمضية. ويبدا جنوبا من سيطره الصخور وانتهاء بالحد الفاصل مع حد سامراء النهر اليابس الغايه من هذه العمليات هي قطع خطوط الامداد للعدو التفتيش على المضافات التفتيش على المطلوبين مع قرب فتح الطريق الذي يربط محافظه الانبار بسامراء الذي سيسهل مرور الشاحنات القادمه من بغداد باتجاه منفذ طريبيل الحدودية الاجراءات الامنيه كانت حاضره وبقوه لتامين هذا الطريق هذه المنطقه استخدمها ما تبقى من فلول داعش للتسلل من الصحراء باتجاه بغداد قياده العمليات المشتركه اوعزت بتنفيذ عمليه مشتركه لتطهير هذه المنطقه ومنع هذه الفلول من التسلل الى بغداد. الطريق الاستراتيجي اللي يربط ما بين شمال العراق وغرب العراق هذا مهم جدا، المحور الاساسي لهذه العمليه هو ضبط حدود قواطع العمليات. ومطارده التنظيمات الارهابيه طبقا للمعلومات الاستخباريه اللي وردت الى قياده العمليات المشتركه. وتاتي هذه العمليه استكمالا للعمليات الامنيه السابقه اذ تهدف الى تامين قواطع العمليات ابتداء من بغداد ومرورا بسامراء والانبار وصولا الى الاجزاء الشماليه من البلاد. والاهم من ذلك هو فتح الطريق الذي سيسهل مرور الشاحنات من غرب البلاد إلى شماله بعد تطهيره بالكامل من بقايا داعش الإرهابية من شرقي محافظة الأنبار حسن الفواز العراقي الإخبارية ولتفاصيل أكثر عن الجانب الأمني والعملية العسكرية ينضم إلينا مباشرة اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة أهلا بك سيادة اللواء أهلا وسهلا بكم بداية سلسلة عمليات عسكرية لمطاردة الإرهاب إلى أين وصلت هذه العمليات؟ ما هي النتائج المتحققة إلى الآن؟ أولا تحية لك سيدة الكريمة ولمشاهدي قناة العراقية هذه العمليات هي عبارة عن سلسلة من العمليات الاستباقية بنيت وخطط لها من قبل قيادة العمليات المشتركة وفق معلومات استخبارية ووفق رؤية واستراتيجية اتخذتها قيادة العمليات المشتركة بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة أن يكون هناك انتقالة في عملنا ضد التنظيمات الارهابية هذه الانتقالة تكمن في أن يكون جهدنا الاستخباري وكالاتنا الاستخبارية ما نمتلكه من معلومات استخبارية يخطط إلى في مواجهة تنظيم داعش الارهابي على ضوء تلك الامكانيات وتلك القدرات لذلك عندما انطلقنا في هذه العملية بدأنا في رؤيه استخباريه واستراتيجيه بعيده نعم. المدى على مستوى السوق وفعلا تمكنا من ان نصل الى اهدافنا بعده محاور رغم انه العمليه شامله وواسعه واشتركت بها ثلاث قيادات بالاضافه الى الحشد الشعبي وباسناد من القوه الجويه وطيران الجيش أه الحقيقه كانت ضمن اهداف استخباريه دقيقه تم الوصول اليها وتم ايضا الحصول على إضافة إلى قاعدة البيانات اللي لدينا الحصول على معلومات أكثر تخص الإرهابيين طيب. على ضوء تلك المعلومات اليوم إحنا حققنا ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين وهذه المعلومات دائما ما الحقيقه تتكرر، لذلك عملنا وجهدنا الاستخباري كانت بنتائج مميزه، الحصول طيب. على أسلحة كما ذكرت سياده اللواء هناك مناطق تتكرر فيها العمليات العسكريه بشكل مستمر، ما هي الاسباب برايك؟ لماذا لا تتم السيطره النهائيه عليها؟ ام توجد هناك خلايا نائمه في هذه المناطق؟ سيدتي لاحظي انه احنا بنقاتل تنظيم ارهابي عباره عن حرب عصابات، وحرب العصابات هذه تتطلب منا العمل باستمرار وتحديث معلوماتنا الاستخبارية باستمرار هو يقوم بالانتقال من مكان إلى آخر يعتقد بأنه عندما تقوم قواتنا الأمنية بمطاردته وملاحقته وعلى ضوء ذلك تطهيره من تلك المنطقة يعتقد أنه بعد رجوعه مرة ثانية إلى هذه المنطقة ممكن أن يقوم بعمل إرهابي وممكن أن يعتقد بأنه راح تكون ملاذ آمن إليه يستخدم الكهوف اللي تم ضربها سابقا يستخدم الأماكن اللي تم الوصول إليها الحقيقه سابقا من قبل قواتنا الامنيه، لذلك احنا عازمين على محاصره هؤلاء ومطاردتهم، عملنا وجهدنا الاستخباري يعتمد على ما نمتلكه من معلومات ومصرين على ملاحقتهم وهو ليس ضعف بقواتنا الامنيه عندما نقوم بعمليه مطارده وملاحقه وتطهير ويظهر التنظيم الارهابي مره اخرى على شكل واحد او اثنين او ثلاثه تعتقدون بانه ممكن ان يكون هناك خلل، لا أبدا هناك مطاردة هناك إصرار هناك عمل كبير بالنسبة لجهدنا الاستخباري والأمني طيب أن ناطق باسم قيادة العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي كنت مباشرة معنا شكرا جزيلا لك عام مضى على الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي في المثنى والذي أودى بحياة العديد من المرضى الراقدين في المستشفى، إلى أن الطوابق التي تضررت جراء الحادث ما زالت خارج الخدمه رغم كون المستشفى هو الوحيد في المحافظه. حادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في المثنى والذي اندلع العام الماضي والذي تسبب بوفاة وجرح عدد من المرضى الراقدين وخروج عدد من الطوابق العليا عن الخدمه. الشركه المنفذه باشرت بتأهيل الطوابق المتضرره ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية المقررة من شركة نفط ذي قار تمت المباشرة بتأهيل الطوابق المتضررة في مستشفى الحسين التعليمي وعادتها إن شاء الله إلى الخدمة وباقي الأقسام المستشفى منها المصاعد والبويلرات والتشلرات ومستمرة دائما مستمرة في هذه الفترة في الأعمال ومن المؤمل أن تنجز الأعمال في العام القادم بتأهيل الطوابق المتضررة فضلا عن باقي الأقسام الأخرى مواطنون أكدوا ضرورة الإسراع وإنجاز الأعمال وأشاروا إلى أهمية إكمال المستشفى الألماني لاستيعاب أعداد المرضى في المحافظة يعني خدمات ما لقينا بالمستشفى ماكو يعني تفاجئنا الطابق عندنا الرابع والخامس محترقات من صار سنة يعني ما بيهن عمار ما بيهن تصليح ماكو متروكات يعني يعني مصعد مستشفى قدش كبرى يعني ما بيه مصعد احترق طابق منه وهذا السنة الثانية أو الثالثة لم يعالج ولم يصلح كذلك عندنا مستشفيات أنشئت حديثة على أنه أساس نرى الخير منها ولكن لا يقل عن أربع خمس سنوات ولحد الآن أكل الدهر عليها وشرب وأشارت تقارير سابقة لمديرية الدفاع المدني مقصرية إدارة المستشفى في ذلك من خلال الكشف الموقعي وتسجيل الملاحظات المتعلقة بعدم تنفيذ التوصيات الموجهة وعلى أثرها صادقة اللجنة التحقيقية على إثبات مقصرية أكثر من 34 موظف في دائرة الصحة المثنى مضى أكثر من عام على حريق مستشفى الحسين التعليمي وما زالت الطوابق المتضررة تعاني من تلكؤ وصد دعوات من قبل المواطنين بضرورة الإنجاز بأسرع وقت لكي تكون جاهزة لتقديم أفضل الخدمات الصحية في المحافظة للعراقية الإخبارية علي كريم المثنى